السلام عليكم، مرحبا بكم. اسمي ياسين، عدت لكم بحلقه جديده من لعبتكم لعبات جي تي اونلاين، ومع تحديد جديد الخاص ب ذا كلاكين بيل ريد بيزنس يا صديقي. اليوم الشيء الذي سنفعله هو اننا سنتابع طبيعه الحال تلك المهام المميزه جدا ورائعه، الموتور سايكل الخاص بي. لست متاكد لماذا سنفعل سباون الى هناك للاسف، رغم اني فعلت سباون هنا منطقيا في هذه المنطقه امامي يجب ان يتم فعل سباونين، لكن شركه روكستار جيمز لا زالت لديها المشاكل الخاصه بالسباون منذ زمان، وهذه المشاكل موجوده. اتمنى ان يتم اصلاح هذه المشاكل في لعبات جي تي اي سي تي اصدقاء، لكي يتم فعل سباونين لسياراتكم في الاونلاين بالقرب منكم. لماذا سانزل من هناك؟ شاهدوا لماذا سانزل من هناك اصلا؟ من اجل الركوب في سيارتي او دراجتي او اي وسيله نقل قمت بفعل سباون لها. انت سأل صراحه كيف تقوم شركه روكستار جيمز بتعديل مثلا السيارات في الجرافيك المميز؟ لان لديهم الريج بطبيعه الحال، هم يستعملون الريج، لكن هل لديهم مثلا برنامج اخر سري وبهذا فان السيارات الموجوده في لعبه جي تي اي 5 يتم تعديلها جرافيكيا والديزاين الخاص فيها بطبيعه الحال، وكذلك الميكانيكيات الخاصه بالسياره؟ ان لعبه جي تي اي 6 اغلب الامور فان فيها مختلفه يا اصدقاء، ويتم اضافه نفس تلك السياره، لست متاكد، لكن الشيء الذي انا متاكد منه هو انهم بالفعل يشتغلون البيز، البيز هي لعبه جي تي اي 6. لهذا السبب لا تستبعدوا يا اصدقاء بان مثل هذا الموتورسايكل سيكون كذلك في لعبه جي تي اي 6، وممكن ان يكون في سينجل بلاير، ممكن ان يكون يا اصدقاء في الاونلاين، يعني سيتم اضافته فقط في الاونلاين، لان اذا كان في سينجل بلاير سينجل بلاير سيكون اوفر باورد، لهذا السبب اتوقع سيقومون بوضعه في الاونلاين. لا تنسوا كذلك باننا قمنا بشراء السياره الخاصه برجال الشرطه، الجراج الذي قمت بوضعها فيه لازلت اتذكرها، لكن يا اصدقائي لا اعرف مكانها في الخريطه بالضبط، ذلك الجراج لا اعرفه. لهذا السبب الشيء الذي سنفعله سناتي الى هنا عند فينسنت وسنقوم بفعل احد المهام، نبدا المقطع بمهمه وبعدها ممكن ان نقوم بتجربه تلك السياره الخاصه برجال الشرطه، ولا استبعد ان اقوم بتجربتها اصلا في هذه المهمه. لا يهم الامر يا رفاقي الاوفياء اذا فقدنا الدرع، لان سيارات رجال الشرطه تلك بالفعل هي سريعه، مشكلتها ليست مدرعه، واذا كانت هذه المهمه خطيره فسيكون الامر صعب. فينسنت رجل الشرطه صديق شيشي، رجل الشرطه هذا فانه يقوم بمراقبه يا اصدقاء اكبر الجواسيس فانهم هم رجال الشرطه، لهذا السبب احذروا منهم، احذروا كثيرا شيشي، ركزهم لقد راقبني وهو لا زال يراقب الان، يتوقع بان لدي الاسلحه، بالفعل لدي الاسلحه لكن لا أدير السلاح لك يا صديقي. ها هم رجال الشرطة مرة أخرى. يس بيبي، صراحة لم أركز جيدا مع الحديث ولا أعرف ماذا أخبرني. سنأتي إلى هنا وسنكتشف. كنتينيو يس. لدينا المهمة الخاصة بالكونسيلد ويبنز، بقيت لدينا فقط 4 مهام. يس، المهمة كلها فيها فقط 6 مهام يا أصدقاء، شيء جيد. وبعد المهمة الأخيرة أتساءل هل في المهمة الأخيرة سنقوم يعني بفعل هايست أم فقط سيت أبس؟ الآن سنبدأ هذه المهمة وسنكتشف. We have changed necessary weapons in the gear. أتوقع هذه المهمة لديها علاقة بالويبنز والجير. قمنا بأخذ الحقيبة معنا، يعني الأمر سيكون خطير. الآن كما قلت لكم الشيء الذي سأفعله هو أني سأتصل بالميكانيكي لكي يقوم بإحضار تلك السيارة الخاصة برجال الشرطة لي. اليوم لن نقوم باستعمال الكرومة. أوه لدينا إي بي سي. ركزهم. 3 مناطق علينا الذهاب لها. Weapon in the gear can be stolen from tree. Yes baby. نعم البوليفار. الإكليبس واحد. الجاونتليت انترسبتر اتوقع هي هذه. الجاونتليت انترسبتر هي رفاقي سيارات رجال الشرطه. واو 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 الجاونتليت يا حبيبي، شنو شنو خطيره. يا سلام اوبيد الله بيبي. اعتقد لدي الملابس الخاصه برجال الشرطه، اذا كانت لدي الشيء الذي سافعله هو اني ساقوم بارتدائها. يا سلام، لدينا اي ولدينا بي ولدينا واو واو مناطق بعيده جدا. صراحة من الأفضل استعمال الطائرات يا أصدقاء في هذه المهمة، لكننا سنقوم بتجربة هذه السيارة، وكذلك من بين الأسئلة أتساءل هل في إمكاننا أخذها؟ شيشي. يا سلام الأضواء فيها، ركزهم. ليتس جو بيبي. لا لا خطيرة، ثابتة في الأرض كذلك. واو ممتعة ممتعة في السياق بلا كذب. سيارة ممتعة، إذا قالوا بالفعل بأنها رائعة فإنها رائعة. كما قلت لكم أتساءل هل في إمكاننا أخذها مثلا للوس سانتوس كاستم وإضافة الأبجريدز، أم أن سيقول لنا This vehicle is so hot for me. من لعب الفايس سيتي ومن لعب بطبيعة الحال السلاسل السابقة فإن سيعرف هذا المصطلح جيدا. وصلنا وصلنا، يجب علينا الحذر يا أصدقاء هنا، لأني لست متأكد ماذا ينتظرني، ممكن أن يكون هناك عصابات، ممكن أن يكون الأمر سهل أصلا. سنذهب نقوم شي شي بالفعل هنا. ها هم ها هم الكلاب، ركزهم. أمبارا بوتا I will carry your mom يا مادر تراكن. معكم رجل الشرطة، هيا استسلموا استسلموا. نعم لقد عرف دي ويل كوم افتر مي.
لهذا السبب انا الان اتعارك ضدهم واحاول اصابتهم رغم انهم يختبئون. امر خطير. سيارات رجال الشرطه فانها خطيره رغم كل هذا. اظهر وجهك وستموت، اظهر وجهك وستموت. اصابتهم بشكل جيد، لحد الان لم يستطيعوا اصابتي. واتساءل صراحه لماذا لم يستطيعوا اصابتي، لان الزجاج لقد تدمر شيء شيء مباشره بعدما نزلت من السياره اصابوني، لكن عندما كنت في السياره لم يستطيعوا اصابتي. هذا الكلب ممتاز، بيزي بيزي هاو ممتاز. واو 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 ركزهم ركزهم، ماذا فعلوا لي؟ هاو رأيت كلب. كما قلت لكم لديهم الانبوت يا رفاق، لهذا السبب سنضطر لكي نقوم بارتداء درع الان بهذه الطريقه. لديهم ثلاثه سيارات ستيل ستيل. واو واو لا لا هذا شيء مطور، هذا شيء يجب عليكم. يا سلام حقيبه زرقاء قمنا باخذها. يس بيبي. مع البدايه لدينا ثلاث سيارات، ومع البدايه اصدقاء لقد استطعت اخذ ما نريده. وجدناها في تلك السيارات هنا. ماذا يوجد هنا؟ لدينا البيسواسر. شي شي هناك اصدقاء شيء ما في هذه الضفه. تو اكواير ليتس جو. قمنا باخذ الانج. يا سلام اخذنا صندوق باكمله. هناك شيء ما كذلك في هذه الضفه، المال. يس بيبي. تخيل لو مت في تلك الاثناء، قاموا بتدميري صراحه. عندما كنت داخل من سياره الشرطه رغم انهم قاموا باصابه الزجاج لي وتلك الامور، الامر كان رائع لانهم لم يصيبوني كثيرا بالرصاص، لكن مباشره بعد ما خرج بوم دم. ها هم ها هم الكلاب جايين. الان يجب علينا الاتجاه للتشيك بوينت. ركزتم، سنذهب للتشيك بوينت او سنذهب للسوابي لا اعرف. ها هم هم ينتظرون كلاب. هنا الكلاب خطيرون لهذا السبب ساضطر لكي امر من هنا يا رفاق. الماء هنا ممكن ان تغرق سيارتي رغم كل هذا سامر لن اهتم. يس بيبي خدعتهم. لم يفهموا اي شيء. انا تنفع سبويلر في المنطقه التي علي المرور فيها، لكن بطبيعه الحال الخداع هو الام. معكم رجل الشرطه هيا توقف. كلاب لا يريدون التوقف. هاهم جايين جايين جايين. توقفوا يا المغفل هنا. تخيلوا رجل الشرطه يقوم المجرمون باللحاق به وليس العكس. ماتي المهم منطقي لدي سيارات رجال الشرطة على المجرمين احترامي وليس اللحاق بي ومحاولة تدميري. الآن أتساءل يا أصدقاء، هل في إمكاننا الذهاب للسيوة بي أم إذا عدت ستنتهي المهمة؟ أصلا علامة بي لم تعد تظهر يا أصدقاء، أصبح فيها شيء من الأوباسيتي، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أصدقاء أن ستختارون منطقة واحدة. لا أعرف، ممكن بعدما سأقوم بإعادة السلع الآن أن فينسنت سيقول لي اذهب قم بإحضار السلع الأخرى. لسنا متأكدين. واو منطقة رائعة يا جيل. جراج سري يا رفاقي يفتح فقط لنا. ليتس جو. ها نعم بالفعل الآن بي والسلاح قد ظهرت. ركزوا هذا شيء جيد. يوز ذا تكست اب اون يور فون تو ليت بينس نو ويتش اكويبمنت يو وان تو يوز ان كلاكين بيل. فهمت الاستراتيجية. ويبنز جير لدينا سيلكت اكويبمنت، لدينا ويبنز ولدينا الجير. مارابونتا جراندي انتظر لازلت بعد لم اتفاهم معك. مارابونتا جراندي كيف يعني في الويبنز والجير نفس الشيء؟ الجير لايت ارمر لو ستامينا ريدكشن. فهمت يعني ان الستامينا عندنا فانها ستنزل. وهنا كومباكت رايفل كومباكت بيز ميني اس ام جي كروبار مولوتوف. وهنا يا رفاق ستكون لدينا الاسلحه، الاسلحه الفتاكه. نعم فهمت، سنقوم باختياراتي. وبالنسبه للجير سنقوم باختياراتي. انفير حسنا. يس يس وسيلكت الدقير. فهمت، لكن ما الذي حدث؟ لماذا اختفت تلك العلامات الان؟ شيء غريب حدث يا اصدقاء. كان في امكاني الذهاب لتلك الاماكن، لكن بعدما اخترت تلك الاشياء اختفت تلك العلامات الاخرى وانهينا المهمه. توقعت بانني ساختار وبعدها سنذهب للمنطقه لكي نقوم بسرقه السلع، لكن هذا لم يحدث. هذه المهمه غريبه. اتساءل لو لم اختار هل في امكاني الذهاب مثلا لتلك الضفه الاخرى بي وسي؟ بعدما قمنا بتجربه تلك السياره صراحه فانها جيده، اعجبتني كثيرا. سيارة شرطة مميزة لكنها عادية تقريبا. الفرق هو أن هذه هي أول سيارة شرطة تقريبا لديها فقط بابان، وهي سيارة سريعة وثابتة في الأرض وثقيلة لا غير. أما بالنسبة للباقي فإن تقريبا لا يوجد اختلاف كبير. الآن سنحصل على جير واي فيكل. وي نيد تو تشيك ذا سيم. نعم لقد فهمت انستيد اوف اس. نعم فهمنا الاستراتيجية. الآن الشيء الذي سنفعله نفس الأمر يا أصدقاء، سنحاول الذهاب سرقة الجير واي من عند الجانج ببساطة لكي يذهب مثلا رجال الشرطة رجال المخابرات سيذهبون عند أولئك الجانجز، وبهذا فإنهم سيبتعدون علينا. نفس الاستراتيجية كذلك.
لا تنسوا المهام جميع المهام فإن الهارد سولو يا حبيبي، يعني لي وحدي أقوم باللعب في الهارد لكي تتعلموا وتكتشفوا الاستراتيجيات التي أفعلها بهذا، فإنكم تستفعلونها أنتم كذلك. أنصحك يا صديقي إذا كنت لاعب جديد وتلعب جي تي اي، أول شيء عليك فعله شراء الكروما المدرعة، سيارات الكروما المدرعة، لأنها ستنفعك كثيرا في أغلب المهام يا رفيقي. إذا لم تعرف تلك السيارة سأظهرها لك الآن بعدما سأتصل بالميكانيكي. لدينا كذلك اي بي والسي، نفس الشيء الذي حدث في المهمة السابقة، هنا ممكن أن نقوم بفعل تغيير. نعم لاس فنتوراس قطعت ممتاز روما أرمر. وقام بإرسال أن تارجت كما تشاهدون، تارجت اي، تارجت بي، والتارجت تارجت سي لديهم الكارغو بوب الهليكابتر سي تاومون. تارجت اي فعلنا مثلها في المهمة السابقة، تارجت بي نفس الشيء تقريبا، لكن تارجت اي لديهم طائرة وتلك الامور سنذهب عندهم. تارجت سي عفوا اليوم او الان سنذهب لتارجت سي، لان سابقا ذهبنا لتارجت شبقى تارجت سي كذلك ام اي لس مشاكل، لان تلك التارجت كانت هنا في الاسفل، الان سنذهب لتارجت سي. فهمت الاستراتيجية بعدما قرأت الان الكلام الخاص به، قال لدينا ثلاثة اماكن لكن انت يمكنك اختيار فقط مكان واحد والذهاب له وسرقة السلع منهم، لانها نفس الشيء تقريبا فقط عصابات مختلفة. لهذا السبب اريد ان تتجه الانظار الان نحو العصابات الغنية الذين لديهم سيارات عسكرية رباعية الدفع، ولديهم كذلك الكارغو بوب، طائرة الكارغو بوب، يعني هؤلاء سيكونوا اخطر. واو واو كان هذا ان يصيبني ذلك الشخص يا اصدقاء. صراحة سأشتاق كثيرا للعبات جي تي اي 5 عندما ستخرج لعبات جي تي اي 6، لقد عشت معها ايام وليالي، افضل لعبة ولازلت هي اللعبة المفضلة لدي الان يا اصدقاء، واحب لعبها دائما عندما يكون هناك تحديث جديد ادخل اقوم باللعب في جي تي اي اونلاين، استمتع بذلك التحديث. لأن تقريبا قمت بتختيم جي تي اي اونلاين، لعبت كل شيء، جميع المهام تقريبا لعبتها، لعب جميع الهايس لعبتها 100%، لكن جميع المهام لا اتوقع ذلك. جميع المهام لم ألعب جميع المهام فيها، لأن هناك بعض من المهام أصلا التي أصدقائي عادية، ميشنز عادية. بالفعل قمنا بتجربة جميع الميشنز، لكن هل لعبت جميع الميشنز؟ يعني وقمت بإنهاء جميع الميشنز في الهارد كور؟ لا لم أفعل تلك الأشياء. أما بالنسبة للهايس، جميع الهايس يا أصدقائي قمت بلعبها. هاهم قد رأيتهم، شو كيف على هؤلاء؟ لا هذا شيء خطير، شو الكوارث الطبيعية هنا يا أصدقائي، فشلتهم الحرب. find and seal a gear away vehicle، هناك vehicle بالفعل، هاي قد قام يا أصدقائي بحملها ذلك. هل إذا قمت بإصابتهم هناك وحاول إصابة الخيط، مع الأسف لا يصعب الأمر. أتسأل الشيء الذي علي فعله، هل علي إنزالها للأرض؟ أستطيع إنزالها لكن أخاف أن أقوم بتدمير gear away vehicle، لأن هذه هي الجير وي فيكل على ما أعتقد التي سنحتاجها. المهم سأعود لما قال فينسنت. آيس أب ذات شوبر فلاين أوفر هيد هاز أور فيكل، تيك إت داون إن دونت سويتش. نعم فهمت. يجب علينا تدمير يا رفاق ذلك الشوبر. بالنسبة للبادزرد أتوقع يقومون بحمايتين، يعني يا أصدقاء بدأوا ينزلوا أم ماذا؟ في إمكاني إنزاله بسهولة لكني لا أريد فعلها. هذا السلاح فإنه سيء، لهذا السبب الشيء الذي سنفعله سنصعد هنا وسنحاول إنزالها يا أصدقاء بطريقة معينة. أستطيع روكيت لانشر لهذا. أوكي. واو 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 سأموت. يي. أنشاهدتم ما حدث ببساطة يا أصدقاء. واو واو واو. أنشاهدتم الشيء الذي حدث يا أصدقاء. يس. واو بالمسدس. ضربته يا رفاق زيدة واحدة بالمسدس ودمرته. لا يمكن هذا. يجب علي تغيير السلاح. ضربته تسديدة واحدة بالمسدس ودمرته. ممتاز. سأحاول تدمير فقط السائقين. ممتاز. أصبت، لم أصب السائق، أتوقع هناك أصبت شخص بالقرب منه. هاو واو شش. لا هؤلاء خطير هؤلاء. لست متأكد لماذا جئت عند هؤلاء يا صقع. جئت عند الميليتاري لكي يقوم بسرقة السيارة. لا يمكن هذا. لو عرفت هذا لما فعلته. الآن يجب علي تسديد الصاروخ على ذلك المغفل. من الأفضل تسديد الصاروخ لأنهم سيدمروني يا أصدقاء. سأحاول إصابة فقط السائق. ممتاز دمرته. الآن سننزله للأرض يا رفاق. تعالي أيها المغفل. سأحاول إنزالها للأرض. فجرته. لو عرفت هذا سددت عليه الصاروخ.
دمرتها وهاهم لقد جاو، ولكن السيارة مدرعة صراحة. هل تستحق؟ بالفعل تستحق هذه المعاناة، السيارة تستحق المعاناة. كادوا أن يدمروني صراحة، توقعت بأنني فشلت. نقتل ذاك، ممتاز دمرتها. الآن سنقوم بأخذ هذه السيارة. And we'll get the FR here. شاهدوا السيارة كيف هي. هاهم لقد جاو. لا تتسرعوا، لا تتسرعوا في مثل هذه المهام، لا تتسرعوا يا رفاق. قوم بتدميرهم بشويش عليكم، وبعدها قوم بسرقتها. هذه السيارة خطيرة، سنذهب الآن نقوم بوضعها في الفالشون. لكن بالفعل الأمر خطير، قمنا بسرقتها من عند الميري ويدر. لكن لدي مشكل، هل بالفعل هذه ستستحق أم لا؟ شاهدوا هناك، لا أتوقع بأنها تستحق. لماذا؟ إذا عدنا الآن للهاتف، شاهدوا هؤلاء في الفوق لديهم سيارات مميزة، ممكن أنها أسرع. هؤلاء هنا في الوسط لديهم سيارات سوبر كارز يا حبيبي. تارجت بي أتوقع هي التارجت التي يجب عليك الذهاب لها، تارجت سي. بالفعل هم مع الميري ويدر لديهم سيارة قوية مثل هاته، لكن هل هاته السيارة بالفعل تستحق لكي تكون؟ لا أتوقع، لأنها ليست سريعة كذلك. أفضل صراحة، بالنسبة لي أنا أفضل سيارة تكون سريعة وليس هاته. Stolen in delivery will be scrapped for extra cash. واو، ها شاهدتم 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 لماذا قلت لكم هذه السيارة تستحق؟ ببساطة يا أصدقاء، شاهدوا كيف دمروا. هذا السبب من الضروري فعل الآن استراتيجية الهيلث اند ارمر البادي وارتداء البادي ارمر بهذه الطريقة. ركزتم، ليست مدرعة ولا هم يحزنون، والمشكلة هو أنها ثقيلة. هذا هو المشكل يا رفعة، المشكل الكبير هو أنها ثقيلة ولا مدرعة ولا هم يحزنون، يعني في إمكاني إصابتكم. هل تستحق؟ لا أتوقع بأنها تستحق. قالوا لي في رسالة هناك عندما يكتبون، قالوا بأن يمكنني سرقة سيارة أخرى، يعني في إمكاني الذهاب لـ A أو B وسرقة سيارة أخرى، لكن تلك السيارة سيتم فعل سكرابين لها. وأتوقع هذا هو الشيء الذي سأفعله، سأقوم بالذهاب وسأسرق بي لأن بي أعجبني. نسرق بي ونفعل لها سكرابين. إذا خيروني فعل سكرابين سأختار فعل سكرابين لها بالفعل المعاناة وتلك الأشياء، لكن لا تستحق، لا تستحق نهائيا يا أصدقائي هذه المعاناة من أجلها، أنها ليست مدرعة. لو كانت مدرعة ممكن أن تستحق، لكن بما أنها ليست مدرعة لا تستحق يا أصدقائي، لا تستحق كل تلك المعاناة. هم قاموا بإصابة الدرع لنا الآن فقط لا غير. أفضل استراتيجية صراحة هي تركوهم بالخلف منكم، لا تهربوا منهم، اتركوهم بالخلف منكم لكي لا يستطيعوا إصابتكم. أنكم إذا هربتم منهم الشيء الذي سيحدث هو أن سيتم فعل سباوني لهم أمامكم، وإذا تم فعل سباوني أمامكم سيسددون عليكم وسيقومون بإصابتكم. هذا السبب ستلاحظون بأنني الآن سأتحرك وسأتركهم بالخلف مني. ركزوا معه، بالخلف مني سأتركه بالخلف مني لا آتم. هاو تم فعل سباوني له أمامي، سأحاول إصابته. هيا لم أصيبه. ركزوا، سددت عليه ولم أصيبه. في إمكاني ارتداء الدرع الآن، لكن لا أقوم بارتداء الدرع لكي لا أقوم بتضييعه. أنا الآن مركز كذلك مع الخريطة حتى مشان إذا فعل سباوني لمغفل غبي أمامي فإني سأدمره. ممتاز، فعل ذلك الشخص حديجة سير، نحن كذلك فعلنا حديجة سير، وها هم سيأتون علينا. سأحاول الدوران بسرعة لكي لا يستطيعوا إصابتنا وسنتحرك بهذه الطريقة. جيد، فنحن وصلنا يا أصدقاء، سنقول مبروك علينا، أنهينا هذه المهمة. شيدوا على الرصاص، رصاص خطير، لا تستحق هذه الشاحنة مع الأسف. لو كانت مدرعة 100% ستستحق، لكن هذه لا تستحق نهائيا التعب من أجلها. لهذا السبب كما قلت لكم سنذهب لي بي، لأن أولئك عندهم سيارات سريعة، وسنقوم إن شاء الله بأخذ أحد السيارات الخاصة بهم. في هذه الأثناء إذا خيرني فينسنت لكي أقوم باختيار تلك الأشياء لا أختارها. وشاهدوا القرب وي فيكل أين سنقوم بوضعها؟ نعم بالخلف من الكلاكين بيل، ليتس جو، لأن هذه هي المنطقة كلاكين بيل فارمز، هنا سنقوم بفعل الهايست. لهذا السبب هذه الشاحنة سنقوم بركنها هنا في الخلف. إذا نزلت شيء أستطيع الذهاب لي إيه يا حبيبي. Let's go baby. الشيء الذي سأفعله هو أنني سأذهب الآن لـ A أو B، رغم أنني قمت بسرقة هاتي بالفعل، لكني سأذهب لـ A أو B لأن لدي خيار. بطبيعة الحال بما أن لدي خيار سأختار ما أريد وما أفضله. المشكلة هو أن الأعداء يرحبون بي. أنا ذاهب الآن لكي أقوم بسرقة سيارتي جديدة، والأعداء يتم فعل سباوني له، يعتقدون بأنني أقوم الآن بسياقة تلك السيارة التي قمت بسرقتها. شركة روكستار جيمز أرجوك، تلك السيارة لقد تركتها وأنا الآن متجه نحو بي. تخيلوا إذا لحق بي هؤلاء أعداء الميري ويدر ولحق بي الأعداء في بي كذلك.
الأمر سيكون جنوني. أنا أقوم بتسجيل هذا المقطع في يوم الجمعة، ولقد اقتربت صلاة الجمعة لهذا. ووووو ضربت في هذا لم أره. استطاع إصابتي، ركزتم عندما ضربت فيه، ركزوا علي وأصابوني. كما قلت لكم لو كان لدي وقت طويل لقمت أصدقاء بأخذ سيارة في بي ووضعها هناك وسرقة سيارة إي كذلك. نذهب لي إي ونقوم بسرقة سيارة إي كذلك ونكتشف هل هؤلاء الأعداء يعني سيجتمعون علينا وسيلحقون بنا أم ماذا سيحدث بالضبط. لكن ليس لدي الوقت لهذا السبب، سأفعلها فقط بالنسبة سي وبي. بي لقد اقتربنا من الوصول لها، لا مشكل علي ارتداء درعين آخر بادي آرمر. يس نقوم بارتداء اثنان فقط لا غير. وها هم الكلاب تم فعل سباوني لهم بالقرب من بي. لا هؤلاء لا يستسلمون، هؤلاء رجال الميري ويدر لا يستسلمون، لديهم تلك الأسلحة قوية جدا. يورافتر ذيس جان واو، قال بأن هذه العصابة فإنها ستتعارك على السيارة. واو واو ضربت هناك حتى طيرت يا هني. أصلا الميري ويدر لم يتعاركوا أما دي فينس، الميري ويدر تعاركوا أكثر بكثير من أي عصابة أخرى، تعاركت ضدها. سنحاول الدوران والذهاب لتلك الضفة هناك لأني لازلت لم أجد بعض العصابات، هم موجودون تقريبا في المعمل الخاص بالنفط. أين ها هما؟ لقد رأيت النقاط الحمراء. واو سكيورد إيريا بيبي. نعم لقد فهمت، ها هم الكلاب، ها هم، هم غير مهتمون لي نهائيا. I will locate the vehicle. نعم I am not authorized، لكن أريد الدخول عندكم وأنتم قمتم بقفل الطريق علي أيها المغفلون لكي لا أستطيع استعمال هذه السيارة الخاصة بي. رغم كل هذا سأجد طريق، لا يمكن لشركة روكستار جيمز أن تقفل طريق كلها علي. واو 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 الهليكوبتر مشكل، أدخلنا أنفسنا في مشاكل كبيرة جدا يا رفاق. لماذا؟ واو 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 مهل. يسددون الصواريخ، ركزوا. والميري ويدر كذلك فإنهم ينتظرون في الخارج. هؤلاء عصابات خطيرة هؤلاء، أعتقد السيارة التي ستكون عند هؤلاء فإنها ستكون أخطر. صديقي هنا أنت، أريد أن أسلم عليك، أريد أن أسلم عليك فقط لا تقلق. واو واو شيش شاهدوا من جاء، جاءت سيارة جديدة وأعداء جدد. الآن الميري ويدر وهؤلاء هؤلاء لديهم لا هؤلاء أمرهم سهل هؤلاء بالفعل. أغلب هاو الميري ويدر كذلك لقد جاء، الجميع جاء يا أصدقاء لكي يرحبوا بنا بطبيعة الحال. هؤلاء بالإضافة كذلك الميري ويدر. لا أدخلنا أنفسنا في مشاكل كبيرة جدا. تخيلوا إذا ميت الآن علي إعادة المهمة منذ البداية، ولا أريد فعلها. هيا أظهر وجهك، ممتاز أظهر وجهك لكي تموت. ها وهناك كلب في الفوق لقد رأيته، حاول فعل الإيمين له بهذه الطريقة. هذا الكلب كذلك لازال يظهر كبير ببساطة لأنه جاء في هذه السيارة، لهذا السبب هو يظهر كبير الآن. جذبه المعدن يا حبيبي. أما بالنسبة هاو كلاب جايين، يجب علي النزول يا أصدقاء، من ضروري النزول، والمشكل هو أنهم سيصيبونني يا رفاقي الأوفياء. هاو هناك ثلاثة كلابون. ركزهم، سنأتي إلى هنا نختبئ. نسدد على ذاك، أصابش، نسدد على ذاك، ممتاز دمرته. واو واو واو، الآن يجب علينا إرشداء الدرع وأكل بعض من السناكس والتحرك. هي تحرك تحرك. ممتاز دمرته يا حبيبي، لم يفهم بماذا بتولي ذلك المقبل. لازال هناك كلب آخر لكن لا أستطيع رؤيته. هل هي هاتي السيارة أم ماذا؟ هي هاتي. نعم هي هاتي، ليتس جو بيبي. موت. الآن كيف سنستطيع الخروج من هذا المأزق الذي أدخلنا أنفسنا فيه؟ هاتي سريع، هاتي أخطر. أنصحكم يا أصدقاء أن تقوموا بسرقة هاتي. نعم. الآن يجب علينا فعل استراتيجية وهي كالتالي. هاتي السيارة يجب عليكم أخذها. سديد على هذا الكلب والكلب لا أستطيع إصابتهم بسبب الأزبال. لا يمكنني إصابتهم بسبب الأزبال. لكن من الضروري إصابة أولئك الكلاب قبل أن تتحركوا. سنقوم بارتداء درع. كما قلت لكم سيصيبوني في الرأس، أنا متأكد أن لديهم الإنبوت الكلاب. لم يصيبوني شيء رائع. هاتي أفضل، هاتي أنصحكم أفضل بكثير من السيارة المدرعة الأخرى. الآن كما قلت لكم الشيء الذي عليكم فعله فعل القفزة العالمية. أنت قد إفاريهر. الآن أتساءل. واو محرك قوي، اسمعوا. بيبي واو لا هاتي خطيرة، هاتي خطيرة، أنصحكم تقوم بسرقة هاتي. أتساءل هل هؤلاء أصحاب المافيا هم الذين سيأتون أم لا؟ أم سيأتي رجال الميري ويدر؟ هذا هو لأننا قمنا بسرقة سيارة الآن. شي من جاء؟ مشكل
واو واو مشكل. الكوارث الكوارث الطبيعيه يا حبيبي، لكن هاشي افضل، هاشي افضل. شوف شوف الكوارث، رجال ميري ويدر بالاضافه للعصابات الاخرى، الكوارث الطبيعيه يا حبيبي. لكن هاشي مميز، هاشي ايزي بيزي يا حبيبي. لو كانت السيارة الأخرى مدرعة كنت يا أصدقاء سأقوم بأخذها، لكن بما أنها ليست مدرعة لا مانع لدي. هاتي رائعة، هاتي بلا كذب. إذا خيروني ما بين هاتي وهاتي جيت أواي، جود جيت أواي فيك، ليتس جو. من الجيد أني ذهبت لكي أقوم بسرقتها. وأتساءل صراحة سيارات أولئك الآخرون كيف ستكون، لا أعرف لأنني لن أذهب لها، بس سنقوم باستعمال هاتي فقط. أما بالنسبة للسيارة العسكرية سنقوم بفعل سكرابين لها كما قلت لكم، لأن صلاة الجمعة بالفعل لقد اقترب موعدها يا أصدقاء، لأن فإن 12 بعد الزوال سنذهب نقوم بإيصال هذه السيارة. واو واو ركزتم، سيأتي رجال ميري ويدر بالإضافة للآخرون سيتحدون ضدكم الآن، أنكم قمتم بسرقة سيارات رجال ميري ويدر بالإضافة لهذه، لكن هذه مميزات. أنصحكم أن تقوم بالذهاب عند هؤلاء العصابات، لا تذهبوا نهائيا عند العساكر لأن سياراتهم فإنها سيئة. ركزهم، السيارة هي تلك السوداء هناك في الأسفل، أما بالنسبة هنا في الفوق أتوقع تلك السيارة التي مفتوح منطقة المحرك الخاصة بها، تلك عبارة عن دومينيتر أو شيء من هذا القبيل، هي كذلك ستكون مميز. لكن هاتي بما أنها أعجبتني سنكتفي فقط بهاتي. ها هم الكلاب تم فعل سباوني لهم، هيا واو لا 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 واو واو ضربتهم وضربوني مغفلون. لا هاتي أسرع، هاتي أسرع كما تشاهدوني أصدقاء، السرعة والفعالية هاتي مميزة. غير وين فين كل أتأمر تشوف فاهم ربير. هاتي علي تعديلها في المود تشوف فاهم، من الاستراتيجية سنذهب نقوم بتعديل. أصلا لقد اقتربنا من الوصول للمنطقة، الآن سيختفون لن يلحق بكم الأعداء عندما ستصلون هنا. وبعدها يا أصدقائي سنكون قد قمنا بإحضار الأسلحة وقمنا كذلك بإحضار السيارة، الآن سنعدل هاتي السيارة في المود تشوف. شيء جيد، لا لا مميز هاتي عجبتني، محركها قوي رائع. قمنا بتعديلها بالمجان، لم ندفع ولا مليم. الآن سنقوم بأخذها للغاراج، بالفعل ليست مدرعة لكن سيارة جيدة سريعة، أسرع بكثير من السيارة العسكرية التي قالوا لنا في البداية. وبهذا فإننا قمنا بالحصول على سيارتان يا حبيبي وليس سيارة واحدة فقط. ركزهم، السيارة العسكرية واجه إني داي أوف ذا ويك، سأقوم باختيارها. تعالي يا إيجو السيارة العسكرية أنت كذلك. كذلك هاتي يجب علي الذهاب، أخذها وتعديلها كما تشاهدون، لكن لا يهمني أمر التعديل الآن، الشيء الذي يهمني فحسب هو أننا قمنا بسرقة سيارتان، السيارة التي سنستعملها هي هاتي. بالنسبة للسيارة الثالثة ليس باليد حيلة يا أصدقاء الأوفياء، لن نذهب لها ولن نقوم بسرقتها. تخيلوا إذا ذهبت سرقت تلك فإن سيأتي ثلاثة أعداء. الآن لدينا السيارة التي سنقوم باستعمالها وهي هاتي. Get away vehicle at the location. إذا أردت الذهاب لأوبشن آخر فيمكنني فعله، فهمنا الاستراتيجية، يعني يمكنكم يا أصدقائي الذهاب وأخذ جميع تلك السيارات إذا أردتم. نفس الشيء كذلك في المهمة السابقة كان في إمكانية الذهاب ل A و B كذلك وأخذ أصدقاء السلاح منهم واختيار السلاح الذي ستريدون شيله يمكن إدخالها. نعم يمكن يا رفاق يمكن، هذا شيء جيد، هذا يعني أن هذا الغاراج يمكنكم يا رفاق وضع ثلاثة سيارات فيه إذا أردتم. نعم فهمت يا صديقي، يمكنكم سرقة السيارات بأكملها. وبعدها الشيء الذي سيحدث هو أنكم سترسلونها لكي تقوموا باختيار السيارة التي عليكم فعلها، والسيارة الأخرى سيتم فعل سكراب يارد لها. الآن سنأتي هنا جوغولار ماموت سكوادي أوبشن سي، لا بل سنقوم باختيار أوبشن بي، فهمنا الآن الاستراتيجية. نفس الشيء كذلك فإنه سيحدث يا صديقي، وإذا اخترت هذا فهمت. نفس الشيء كذلك يحدث يا أصدقاء، يمكنكم سرقة جميع الأسلحة جميع السيارات وإحضارها للغاراج، وبعدها يمكنكم اختيار سيارة واحدة لا غير، هذا شيء جيد، هذا يعني بعد الخروج والدخول هنا تقومون بالاختيار، فهمنا الاستراتيجية. وعلى هذا يا رفاق سنكون قد وصلنا لنهاية حلقة اليوم، لازلت لدينا الآن مهمتان وبعدها سنفعل الهايس، أو مهمة واحدة وبعدها الهايس لا أعرف، لأن عندما نذهب عند فينسنت تظهر لنا مهمتان، هل تلك المهمتان عبارة عن سيتاب أم المهمة الأخرى سيتاب والأخيرة عبارة عن هايس، لسنا متأكدين. تحديث مميز جدا، خفيف ظريف، ليس طويل كثيرا، يمكنكم إنهاؤه تقريبا بسرعة، إذا لعبتم مثلا ساعة ونصف يمكنكم إنهاء هذا التحديث الجديد أو هاتي الهايس، يعني الهايس ليس طويلة كثيرا، هذا شيء جيد.
حصلنا على 10,000 دولار ديسكاونت، لأنني قمت بسرقة سيارة. لو قمت بسرقة سيارة واحدة فقط كنت سأحصل على مبلغ أقل، وإذا قمت بسرقة 3 سيارات أتوقع سأحصل على مبلغ أكثر. وعلى هذه الرفاق سنكون قد وصلنا لنهاية حلقة اليوم. إذا عجبتكم وكنتم متحمسين لكي نلعب الهايت ونكشفها، فما عليكم فعله فقط هو دعم الضغط على زر لايك وشارك المقطع مع أصدقائكم. حتى ذلك الحين كان معكم ياسين، استودعكم الله ودي الله تطيب وداعه، ولا تنسوا بأن السلام هو خير ختام. شكر خاص للداعمين المميزين في القناة. أنت كذلك يمكنك الانضمام للشباب، وستكون ضمن المحظوظين الذين سيتم ذكر أسمائهم في آخر كل مقطع. إلياس الدحماني، محمد الموسى، أوسين.